اوكي هو بيسجل اهو. بصوا الفيديو ده انا مش عارف هينزل على القناه ولا لا اصلا، لان حاليا وانا بسجله ما فيش عندي قناه. يعني انا دلوقتي انا بسجله وقناتي على اليوتيوب مقفوله تماما، ما لهاش اي وجود في الحياه، حتى لو عايز تخش تبص عليها كبصه هي مش موجوده. بس اللي مش متابع، انا يوم 22 يناير على وقت الفجريه بالنسبه لي اتهكرت، والطريقه اللي اتهكرت بيها طريقه غريبه جدا، ويعني انا بجد فعلا مش مصدق ان حصل لي كده. بس قبل ما اخش الفيديو النهارده، معلش انا عارف ان انا المفروض ما بقاش بتطرق لمواضيع جانبيه، لان انا مش عارف الفيديو ده هينزل ولا لا، بس ده الميكروفون الجديد لسه بظبطه. يعني كان المفروض ان انتوا تشوفوه في فيديو تاني بطريقه مرحه اكتر شويه، بس اللي حصل حصل بقى. المهم انا ليه مطفي الدنيا كده؟ لحظه واحده، اظن كده احسن شويه، معلش الستار مفتوحه مش مشكله بقى. انا من كام يوم ايه، من يومين، اول امبارح، اللي هو انا بالنسبه لي بسجل الكلام ده الساعه 8 الصبح يوم 23، ومعلش انا ببص هنا عشان الشاشه التانيه هنا، فمعلش انا الفيديو ده انا مش عارف اسجله ازاي، لان فعلا مش عارف افكر، لان اعصابي بايظه بقى لها يومين. بس انا كنت سجلت فيديو بالميكروفون الجديد ده، وكان الفيديو الصوت بتاعه مش مظبوط لان انا لسه بظبط المايك وكده. فمن الحاجات اللي انا بعرف اعملها في ادوبي بريمير، البرنامج اللي بمنتج بيه، ان انا استخدم بلجنز معينه كنت بستخدمها زمان عشان اظبط الصوت اخليه نضيف جدا. انا بحكي لكم الكلام ده عشان تعرفوا انا اتهكرت ازاي. ها المهم اللي حصل ان انا دخلت على موقع انا واثق فيه عشان انزل بلج ان انا واثق فيه، ودخلت على الموقع ده، ولما دخلت عليه عشان انزل بلج ان لقيت فيه زرارين داونلود، ودي حاجه ما بتحصلش عندي عاده، وانتوا عارفين اكيد لما بيكون فيه زرار داونلود فيك بيكون الزرار بتاع الداونلود ده محطوط من حد، حطه كانه اعلان عشان يهكرك. بس انا حاطط عندي اد بلوك وحاطط عندي حاجات كتيره على الكروم بتاعي او على البراوزر بتاعي بتحميني من الحاجات دي. بس الجدير بالذكر اللي هيفهمك اللي حصل ده حصل ليه، واعتقد ده السبب، يعني ان كروم بقالهم فتره او جوجل بقالهم فتره بيحاولوا ان هم يمنعوا الاد بلوكس ان هي تشتغل كويس، لان الموضوع بدا شويه ان هو ايه يعني يسبب مشاكل من ناحيه الارباح وكده، حاجه كده موضوع طويل يعني. فانا اظن ان اللي عاملين الاد بلوكس مستنيين يشوفوا ايه اللي هيحصل عشان يرجعوا الاد بلوك يشتغل تاني. الموضوع ده حصل كذا مره قبل كده، فاظن لما بيستنوا ما بيعملوش ابديت للفلتر ليست، اللي هي المواقع اللي المفروض ما تطلعش للشخص اللي قاعد على البراوزر وكده. المهم ما علينا، لقيت زرارين داونلود، دوست على اول واحد ما بداش داونلود، دوست على تاني واحد بدا داونلود، داونلود نزل، الفايل نزل، اسم الفايل كان اسم الفايل الصح، جوجل كروم ما قاليش ان هو فيروس، المفروض ان جوجل كروم بتاعي لو في حاجه منزلها سسبيشس او مش واثق فيها بيقول لي، وويندوز ما قاليش ان هو فيروس، اللي هو ويندوز ديفندر اللي انا بثق فيه دايما برضو. فقلت يعني مش قلت انا قلت طب خلاص مش مشكله ده امان، لا انا عارف الويب سايت ده امان، وعارف ان البلاج ان ده امان، انا نزلتهم قبل كده. فنزلت الفايل، فتحت الفايل دبل كليك، من انت عارف في كروم من تحت بيبقى في بار كده في الداونلودز، لما بتدوس على الداونلود بيختفي من تحت، فانا دوست على الداونلود وعملت دبل كليك للفايل اللي جواه، اللي هو الفايل من غير ما افتح الضغط بتاعه بالمناسبه، اللي هو الفايل المفروض يعمل انستول البلجن. هي في بلجنز كده بتعملها انستول اي اكس اي، فما كنتش يعني سسبيشس من حاجه، ما كنتش امن حاجه، فدوست على الفايل دبل كليك وما حصلش حاجه. بس اوقات البلجنز ما بتعملش حاجه، يعني اوقات بتعمل دبل كليك هو بيحط نفسه خلاص، مش لازم بقى يقعد يعمل لك جو دوس نيكست نيكست وكده. وبالمناسبه الفايل ده الزيب فايل ده كان فيه باسورد، والباسورد ده كان نفس الباسورد اللي صاحب البلاج ان كاتبه على الموقع، يعني هو ثقه ثقه يعني. فدخلت على بريمير ما لقيتش البلاج ان بتاعي، الكلام ده مثلا كان الساعه 2 الظهر ولا حاجه، فقلت غريبه، فقلت اعمل انستول تاني لنفس الفايل. دخلت على الداونلودز عندي بقى من الويندوز براوزر نفسه او الويندوز اكسبلورر، دخلت على ماي كمبيوتر بعد كده داونلودز، ولقيت الفايل عملت له دبل كليك، المره دي طلع لي بتاع اللي هي بتقول لي دوس نيكست نيكست، فعملت نيكست نيكست نيكست، نزلت البلاج ان واستخدمت البلجن. الكلام ده كان الساعه 2 الظهر، استخدمت البلجن، خلصت مونتاج الفيديو اللي هو المفروض كان فيديو الحلويات التايلانديه، اللي هو كان المفروض يبقى الفيديو الجاي في القناه، بس طبعا انا هنزله بقى بعدين لان هتكلم في موضوع هنزله بعدين ده امتى. بس منتجت الفيديو، ظبطت صوته، كل حاجه كانت تمام. بالليل بقى على الساعه 11 بالليل، الكلام ده كان 2 الظهر، ها الساعه 11 بالليل بمنتج بقى، بعد ما خلصت مونتاج الفيديو الاساسي بمنتج بقى ايه ال في اسمه ايه ده شورتس وحاجات انا بتعملها، فبمنتج الحاجات دي، وانا بمنتجها ببص على الموبايل جنبي لقيت الموبايل بيقول لي ايه، هل ده انت اللي بتحاول تخش على اكونت جوجل بتاعك؟ الموضوع ده بيحصل لي كتير، يعني موبايلي دايما بيقول لي هل ده انت، لان في عيال بتبقى حمير بتحاول تهكرني، ماشي، ومحدش عارف يهكرني لو اي طريقه غير الطريقه اللي حصلت النهارده دي، تمام؟ فقال لي هل ده انت؟ فبصيت على الموبايل وقلت يا دي النيل، عيل تاني من العيال اللي بتحاول تهكرني وهم مش فاهمين حاجه. بعدين ما بص على الموبايل لقيته بيقول لي هل انت في موسكو؟ موسكو؟ هل انت في موسكو في روسيا؟ هنا بقى انا قلقت، هنا قلبي وقع في رجليا، لان لو هتتهكر من حد هيكون حد روسي،
معروفه. المهم فاول ما شفت كده اتخضيت، رحت قلت يا لهوي انا اتهكرت خلاص، انا عرفت، انا عرفت اللي فيها. اول حاجه عملتها ده مش كنترول، ماشي، اول حاجه سبت الموبايل ما بصيتش فيه، ما عملتش اي حاجه، لان الموبايل لما فتحته ما سمحليش ان انا اقول ان ده مش انا، فاهم يعني؟ هو خلاص النوتيفيكيشن ما بقتش اشتغل. فرحت داخل بسرعه على الـ على على كروم بتاعي، اول حاجه عملتها رحت غيرت الباسوردز بتاعت كل حساباتي في البنك، بعدين غيرت الباسورد بتاع ايميلي بتاع القناه نفسه اللي هو اللي بيجي لي فيه الاعلانات، غيرت الباسورد عليه هو والايميل بتاع علي اكسبرس اللي كنت عامله لو فاكرينه، عشان القناه بتاعت الاستريمات ما تتهكرش، ماشي. بعدين غيرت باسورد تويتر لا ما غيرتش باسورد تويتر، ما غيرتش باسورد، حاولت بس ما عرفتش. بس اهم حاجه عملتها البنوك والاكونت التاني، دول بالنسبه لي اهم حاجه، تمام. المهم حاولت قلت اغير باسورد فيسبوك، بعد كده حسيت ان فيسبوك مش متاثر وما كنتش عارف اغير الباسورد ازاي الصراحه وكده، ففكست له دلوقتي، قلت فيسبوك مش فارق معايا قوي، ويا ريتني كنت ما عملتش كده، هتفهم لي دلوقتي. انا كنت متوتر ومش عارف افكر صح يعني عاده يعني. المهم فبخش بقى على يوتيوب، عندي لقيت فعلا يوتيوب عندي اتغير، بقت اسم القناه بي تسلا حاجه كده، وبقى في استريمات لإيلون ماسك بيعمل حاجات غريبه، والناس عماله تلغي اشتراكاتها في القناه، والدنيا كانت بايظه خالص. الهاكر اخذ قناتي على يوتيوب بشكل كامل كامل. اتواصلت مع الدعم بتاع يوتيوب وقلت لهم كل حاجه واللي فيها وكده، وقلت ان شاء الله هيساعدوني وبتاع، وفضلت قاعد متوتر بحاول استنى رد من اي حد. كلمت يوتيوب على تويتر، قالوا لي هنبعت لك، قعدوا ساعتين ما بعتوليش حاجه، لما بعتولي اصلا كانت القناه رجعت لي. المهم فضلنا كده كتير لغايه ما انا القناه رجعت لي، لان الواد يعني استهبل بزياده، فكروم عندي مره واحده بيقول لي هو ايه اللي بيحصل، هو ده انت ما تدخل اخر باسورد كده، ما تدخل اخر رقم تليفون. عملت الحاجات دي فراح الاكونت رجع لي الحمد لله، تمام. الاكونت رجع لي بتاع يوتيوب وقلت خلاص يعني اوكي كده الدنيا تمام وبتاع. بعد ما الاكونت رجع لي انا ممكن اوريكم اصلا منظر، لحظه واحده كده ممكن اوريكم منظر كده، ده منظر القناه كان عامل ازاي من ناحيه الاستريمات. ازاي اعملها لكم لحظه كده، اهو ده كان الاستريمات يا جماعه، دي كانت الاستريمات الموجوده على القناه ماشي ساعتها، وده كان اسم القناه بي تسلا دي، والدنيا كانت بايظه خالص يعني. ايه ده؟ لا دي العاب المفروض العبها معاكم بعدين، مش مشكله، اصلا مش همنتج الفيديو ده عشان بجد هو ملوش لازمه ان هو يتمنتج خالص. المهم فبعد ما اسمه ايه ده، بعد ما عملت الموضوع ده، بعد ما انا يعني رجعت القناه وبتاع، غيرت الباسورد بتاع الايميل، غيرت الباسورد بتاع القناه، رجعت شلت الحاجات اللي حطها، رجعت الصوره بتاعت القناه، رجعت كل حاجه، بدات ارجع الفيديوهات واحده واحده، خليت فيديوهاتي بتاعت الفيديوهات العاديه بابليك، خليت الاستريمات انليستد، ظبطت الدنيا ومش عارف ايه وكده، رجعت القناه زي ما كانت يعتبر، تمام. الحاجه الوحيده المشكله كانت ان انت لما بتعمل سيرش على القناه في يوتيوب كان بيطلع لك اسم قناتي فعلا، بس جنبها بيكون في لوجو علامه تسلا، تمام. فدي كانت الحاجه الوحيده المشكله. المهم وانا قاعد بعد ما القناه رجعت لي مره واحده، الاقي الدنيا بتبعت لي بتقول لي انت انستغرام وفيسبوك بتاعك اختفوا. نعم، دخلت على فيسبوك لقيت الواد عمل ابلود للصوره لجماعه ارهابيه على فيسبوك عندي. اول ما عمل كده اكونت فيسبوك بتاعي اتقفل، يعني هو دخل، انا متاكد ان هو كان متضايق ان انا بقى عندي اكسس، دخل على فيسبوك بتاعي غير الصوره، تمام، وبعد كده الاكونت اتقفل معايا انستغرام. فانا دلوقتي فيسبوك اتقفل، انستغرام اتقفل، تمام. فالاثنين دول كانوا بالنسبه لي كارثه كبيره طبعا، لان انستغرام بالذات فيه شغلي، فيسبوك فيه حاجات الشخصيه كلها، بمناسبه صفحه فيسبوك مش مقفوله، هو الاكونت نفسه هو اللي مقفول. فطبعا انا يعني انا قاعد متوتر خلاص، انتوا فاهمين، انا لما فرحت ان يوتيوب رجع لي، انستغرام وفيسبوك اتقفلوا ماشي بسبب ان الواد ده بيستهبل. المهم كلام في كلام في كلام، قعدت طول اليوم بحاول لغايه ما عرفت ارجع انستغرام بكونكشنز عندي وبتاع، وتواصلت معاهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ان انا كنت واحد من الكريترز اوف تومورو بتوع انستغرام اللي هم بيشتغلوا معاهم بشكل رسمي عشان هم رجعوا لي اكونت، ماشي. شكرا جدا للسامر واحمد وندى على الموضوع ده. المهم فبعد ما رجعت اكونت انستغرام قعدت اتاكد ان الدنيا تمام وكل حاجه تمام وخلاص. بص انا قلت ايه، فيسبوك اتقفل مش مشكله، هتنفس شويه، الكلام ده كان امبارح بقى، هتنفس شويه وهقعد. كنت مش نايم غير ساعتين تقريبا في يومي، كان عندي ناس في البيت هنا بيركبوا حاجات، انا ما كنتش فايق، فقلت هتنفس شويه، هنام نومه حلوه واصحى اشوف هعمل ايه، ماشي. نمت الساعه 8 بالليل، صحيت النهارده الساعه 7 الصبح من كتر ما كنت تعبان. صحيت 7 الصبح دخلت على يوتيوب، كتبت في يوتيوب لا قبل ما اخش على يوتيوب وانا في السرير دخلت اشوف اللايف ايميل بتاعي، لان اللايف ايميل بتاعي بيكون فيه الايميلات بتاعت فيسبوك، فقلت يمكن يكون فيسبوك رجعوا لي الاكونت ولا حاجه. دي حته مهمه، انا انستغرام انا تويتر عندي سكيور جدا، يعني الراجل ما كانش عارف يخش عليه، بس عمل حاجه، دخل على يوتيوب، دخل على تويتر سوري، دخل على تويتر
حط نفسه واحد كده حط نفسه في حاجه اسمها تيمز. تيمز دي يعني فريق، يعني هو يكون عندي في تويتر انا اللي بستخدم الاكونت، بس هو ممكن يتويت في اي وقت ويمسح التويته، يعني بيستنى ان انا انام ولا حاجه ينزل تغريده ويمسحها. خلي بالكم حتى تويتر بتاعك ممكن يتهكر وانت مش واخد بالك. انا كويس ان انا شفت الايميل، فدخلت شلته من على تويتر من على التيمز عشان ما اعرفش اعمل حاجه، وغيرت باسورد تويتر تاني ماشي، وغيرت باسورد علي اكسبرس وستيم والبلاي ستيشن والنينتندو وكل حاجه ليا فيها حاجه مهمه، انا غيرت الباسورد بتاعها خلاص. قلت خلاص ايه، انا مش هعمل كده تاني ماشي. المهم غيرت كل الباسوردات وبتاع، دخل على يوتيوب بقى بكتب اسم القناه على يوتيوب عشان اشوف الصوره بتاعت ايلون ماسك دي لسه بتطلع ولا لا، بتاعت تسلا. كتبت بيستي لقيت تسلا موجوده. اول ما دخلت على يوتيوب الاول كان بيقول لي ساين ان، فدخلت عملت ساين ان عادي خالص، لقيت تسلا موجوده، فدخلت اكلم الدعم بتاع يوتيوب. الكلام ده بالظبط من ساعه دخلت اكلم دعم يوتيوب، وانا بكلمهم لقيت جالي ايميل قناتك اتقفلت للابد، السبب انت عملت حاجات غلط، ومش انا اللي عملتها، اللي عمل الحاجات دي هم اسمه ده هو الهاكر. فدلوقتي انا بسجل لكم الفيديو ده وقناتي بتاعت يوتيوب مقفوله، وانا متواصل مع الدعم بحاول ارجعها. هل هترجع ولا لا؟ الله اعلم، انا مش عارف الصراحه. بس في حاله ان الفيديو ده نزل على قناه مش قناتي الاساسيه، لو سمحت اشترك فيها عشان نوصل تاني لبعض اللي كنا واصلين له، لان احنا كنا واصلين لحاجه مهمه قوي، واكل عيش يا جماعه. ف هل القناه ترجع تاني ولا لا؟ انا مش عارف، بس انا امني بربنا كبير الصراحه، ولعله خير، ومش عارف اعمل ايه تاني الصراحه. بس كل اللي اقوله انه اليوتيوبرز اللي اعرفهم كلهم، صحابي كلهم واصحاب العاديين كلهم، بعتين لي اصلا لما لقوا الدنيا عندي بايظه، بعتين لي بيقولوا لي ازاي ده حصل، وبيقولوا لي كده لان انا حرفيا اكتر واحد في حياه اي حد يعرفني واخد موضوع السكيورتي بتاع يوتيوب والايميل والحاجات دي كلها على محمل الجديه. انت بتتكلم عشان تخش على اي حاجه من حاجاتي لازم بصمه ايدي، تمام؟ بس المشكله مش هنا، المشكله ان اصلا عشان الواد عمل الطريقه دي اللي هي الطريقه اللي حرفيا انا وقعت فيها، وانا باخد بالي من كل حاجه بنزلها على الجهاز، عشان هو استخدم الطريقه دي فانا خسرت كل حاجه خلاص. انا كده كل حاجه ضاعت مني للابد، او يعني كانت ضاعت مني للابد، والحمد لله رجعت شويه حاجات منها، بس في حاجات ضاعت زي دلوقتي فيسبوك والقناه الاساسيه، الاثنين دول مش عندي خلاص ماشي، مش مع الوقت بس مش معايا. فانا دلوقتي يعني اللي هقوله لكم بس انه مهما كنت فاكر نفسك عندك سيكيورتي كويس، لا انت مش عندك سيكيورتي كويس. هل ينفع تمنع الموضوع ده لو وقعت فيه؟ لا ما ينفعش تمنعه، بس ينفع يعني تلحق نفسك فيه لو عملت اللي انا عملته دلوقتي. انا اشتريت ده يا جماعه، لو سمحت اجيب لكم اللينك، اسمه يوبيكو. انا اشتريت حاجه يا جماعه عشان لما الاكونت يتقفل في يو اس بي كده بتحطها في الجهاز، ولما بتحطها في الجهاز انت ممكن ترجع اكونتك عادي. انا بصراحه كنت شايفها غاليه الاول، ما كنتش عايز اشتريها، اجيبها لكم على الشاشه اهو. انا كنت شايف البتاعه دي غاليه ما كنتش عايز اشتريها، لغايه ما حصل فيها اللي حصل. مفيش حاجه اغلى عندك من مجهودك ان هو ما يقدرش، فاهم؟ فانا اشتريت اتنين من اللي ب 45 دولار دي، حتى هتوصل لي ب 120 دولار، يعني مش مبلغ قليل خالص. بس انت بتتكلم في حاجه انا هخبيها في حته، وواحده ثانيه هخبيها في حته ثانيه، بحيث ان لو اكونتاتي اتقفلت في اي وقت انا اقدر ارجعها. دي يو اس بي يا جماعه يعني دي السكيورتي كي بتاعتك، ده الحاجه اللي تعتبر الفيل سيف بتاعتك، يعني لو حد سرق اكونتاتك انت تقدر بالبتاعه دي انك ترجع الاكونتات بتاعتك ماشي. بس فانا بسجل الفيديو ده وانا ما عنديش يوتيوب، بسجل الفيديو ده وانا ما عنديش فيسبوك، حتى داخل دلوقتي اشوف اليوتيوب هل رجع ولا لا. لحظه كده، لا هوريكم المنظر بيبقى عامل ازاي لما اخش على اليوتيوب بتاعي اهو. لحظه واحده، ده اليوتيوب بتاعي دلوقتي يا جماعه، ما فيش يوتيوب عندي ماشي. ف مهما كنت فاكر نفسك امن انت مش امن، مهما كنت فاكر نفسك انت مظبط الدنيا عندك على 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 حساباتك، انت مش مظبط حاجه بجد. يعني دلوقتي انا بقول لك حتى بموقع انت واثق فيه خلي بالك، والله العظيم خلي بالك، وخلي عندك طريقه تانية ان انت يعني تلحق نفسك. يعني اظن ان حتى ابن سوريا لو انا مش غلطان، اظن ان ابن سوريا حاليا لغايه لحظتي هذه متهكر. ابن سوريا، لان اسماعيل كان بيقول لي هو في ايه كله بيتهكر في نفس الوقت. لا ابن سوريا قناته رجعت لحظه كده، لا ما رجعتش ما رجعتش ما رجعتش ما رجعتش. القناه تقريبا اتمسحت اصلا ولا ايه، انا مش عارف والله. ف يعني مش عارف. المهم خلاص الموضوع، عشان عارف ان الكلام مش مرتب لان انا بسجله وانا متوتر، بس قلت اسجله دلوقتي عشان اطلعه من قلبي وخلاص. وكده كده لو الفيديو نزل على قناتي الاساسيه يبقى قناه اساسيه رجعت، لو ما نزلش على قناه اساسيه يبقى قناه اساسيه خلاص مش هترجع خلاص ماشي. خلي بالك من اي حاجه بتحملها، اشتري سكيورتي كي، جوجل بتبيعهم، الشركه اللي قلتها لك اللي اسمها يوبيكو دي بتبيعهم، هتلاقي ناس كده بتبيعهم، بس اشتريها من شركه موثوق فيها، اشتري اكتر من واحد ما تشتريش واحد بس. لو انت فاكر نفسك التو فاكتور اوثنتيكيشن ورقم موبايلك وبصمه ايدك والحاجات دي بتحميك، مش بيحموك خالص بجد، مش بيحموك خالص، ده اللي انا اكتشفته.
يعني انت اللي بيحميك هو تركيزك وانت بتشغل الحاجه وبتنزل الحاجه. حتى الويندوز ديفندر مش بيحميك، حتى الكروم مش بيحميك، ما عرفش ان ده فيروس. فخلي بالكم. انا في حاجه هعملها قريب قوي ان شاء الله، هحاول اظبطها بطريقه ما. هيكون عندي جهاز على جنب ما فيهوش اي اكونت من اكونتاتي، ده اللي بشغل عليه حاجه، اي لعبه بقى هنزلها من موقع غريب، اي حاجه بنزلها من موقع غريب هجربها عليه الاول، بحيث ان هو انا هشتري لابتوب غالبا اعمل فيه كده، بحيث ان هو لما اجرب الحاجه لو ما اشتغلتش على الجهاز ده اعرف ان ده فيروس، ما تنزلوش على الجهاز الاساسي. دي حاجه مهمه. وكمان مش هيكون الجهاز ده مش هيكون متوصل بالنت ابدا، لان انا مش عايز حاجه تخش على النتورك بتاعتي كمان. فانا بقول لكم دلوقتي انا هحمي نفسي ازاي بعد كده، يعني لو القناه نجحت اصلا يعني. ما تنزلش حاجه غريبه، الحاجات اللي انت فاكر ان هي بتحميك مش بتحميك. اشتري حاجه ترجع لك اكونتاتك في حياتك انها راحت. حاجه نسيت اقولها، الشخص اللي كان عامل لي هاك عارف باسوردات كل حساباتي، لان اصلا كل باسوردات حساباتي كانت مربوطه باكونت جوجل بتاعي. يعني كنت عامل كده عشان اسال على نفس الموضوع، لان ما كانش ينفع تخش على اي باسورد من غير البصمه بتاعتي. الموضوع ده خلاص مش اي لازمه بجد، انا اكتشفت ان الموضوع ده فعلا ملوش اي لازمه خلاص. تمام. ايه كمان ابو البستيت، ما اعرفش هل انتوا فهمتوا حاجه من قصتي دي ولا لا، بس يعني خلصت الموضوع انه في يوم وليله ممكن كل حاجه تضيع من ايدك. والله العظيم يعني في يوم وليله فعلا ممكن كل حاجه معاك تروح. ف ان شاء الله القناه ترجع وان شاء الله خير. وعايزكم تعرفوا حاجه كمان، انا قناه بيستاوي وقناه بيستي ومنبه ما عنديش اكسس ليهم دلوقتي لانهم على نفس الايميل، وفي جليتش في يوتيوب ان لو القناه الاساسيه اتقفلت ما ينفعش اخش على قناتين تانيين. هم موجودين على يوتيوب عادي بس انا ما اقدرش ابلود عليهم حاجه، فبيستي ومنبه واقفه شويه. وبمناسبه الحديث عن الوقوف، يعني انا غالبا هاخد اجازه شويه يا جماعه، مش هنزل اي حاجه بجد. يعني حتى لو القناه رجعت غالبا هنزل الفيديو ده، مش هنزل حاجه تاني، لان انا تعبت نفسيا من اللي حصل ده. كنت داخل في 700,000 مشترك مره واحده، بقى 695,000 مره واحده، القناه اختفت. بقيت كتير عامل مجهود حلو في القناه وبشتري كميه الحاجات اللي جنبي اللي انا مشتريها بفلوسي، المفروض كنت اعملها فيديوهات، خلاص مش هعملها فيديو ولا حاجه. عندي بارتنرشيبس او عندي اشتراكات مع مواقع كتيره مش عارف اعملها، والحمد لله ما فيش اعلانات شغاله عندي دلوقتي، فما فيش حد هيتاذي. مش عارف ولا الصراحه، بس يعني خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من قنواتكم، خلي بالكم من حاجاتكم. اي حد ممكن يتهكر حتى بعد سنين وسنين من ان هو بياخد باله من نفسه. لو الفيديو نزل على القناه وانت بتتفرج عليه اول مره ارجوك اشترك فيها، لان القناه بعد اللي حصل ده كله هتكون واقعه شويه. خش اتفرج على فيديوهاتي القديمه، خش اتفرج على اي حاجه بس ساعدني شويه. ولو انت يوتيوبر تاني خلي بالك من نفسك، لو عايز تسالني على اي حاجه ابعت لي على واتساب او حاجه، انا متاكد كلكم معاكم رقم يعني يوتيوبرز تانيين، كلموني كده عشان تفهموا ايه اللي حصل بالظبط، لان ممكن اكون ما شرحتش كل حاجه صح. بس خلصت الموضوع ان كل حاجه حصلت في سبليت سكند، ثانيه واحده كان كل حاجه بايظه. ماشي، هل انا عايز اقول حاجه تانية ولا لا؟ لا، انا كنت نفسي بصراحه وانا بسجل الفيديو ده القناه ترجع وبصت معاكم وكده، بس ده ما حصلش. اعتقد باين على وشي اصلا مدى التعب اللي انا كنت فيه الكام يوم اللي فاتوا دول، واعتقد باين في صوتي كمان. حتى انا نسيت اشغل الاضاءه ورايا ونسيت اشغل الاضاءه هنا، بس مش مشكله. ماشي، فانا هقفل الفيديو انا واشوفكم المره الجايه ان شاء الله. اتمنى اشوفكم المره الجايه ان شاء الله، يعني اتمنى يكون الفيديو نازل على القناه الاساسيه وفي مره جايه، لان لو ما فيش مره جايه انا مش عارف اعمل ايه بجد. ف ما علينا، كفايه دراما. خلي بالك من قناتك، خلي بالك من حاجتك، خلي بالك من السكيورتي بتاعتك، غير باسورداتك دلوقتي كلها بجد، يعني غير باسورداتك كلها. ما تحطش باسورداتك على جوجل بلاش، خلي باسورداتك كلها هنا، بطل استهبال. اشتري السكيورتي كي ده لو انت عندك حاجات مهمه عايز تحميها او عايز ترجعها بعدين لو كنت عايز. خد سكرين شوتس كتير لقناتك، سجل المعلومات المهمه بتاعت قناتك لان انا كنت محتاجها عشان ارجع القناه، الحمد لله ان هي كانت عندي، الحمد لله ان هي كانت عندي. خش على كل حساباتك على كل حاجه، جيب الريكفري كودز بتاعتك وخليها على جنب عشان لو احتجتها بعدين برضو. ده ستيم بقى، اي اي، اكتيفيجن، ايا كان، بليزرد، تويتش، يوتيوب، تويتر، فيسبوك، ايا كان. لو اتعمل لك هاك غير باسوردات كل حاجه حرفيا بسرعه، ما تصبرش زي على فيسبوك والحاجات دي. يعني كويس ان انستجرام رجع وبس. فانا هقفل الفيديو هنا واشوفكم المره الجايه ان شاء الله لو في مره جايه ان شاء الله. والفيديو هيتعمل له ابلود زي ما هو، مش هعمل فيه اي مونتاج، معلش انا اسف يعني. واتمنى اكون فدت حد باللي انا قلته ده، لان انا كلامي كان غير مرتب بالمره عشان زي ما انتم شايفين انا مش عارف افكر اصلا وبس. واسف ان انا ببص هنا كتير، بس الكاميرا الشاشه بتاعتي هنا وانا مش عارف، انا لما بيكون في حاجه غلط ما بعرفش ابص في الكاميرا، بحس ان انا ببص في عينيكم فبتكسف يعني. بس ممكن تحصل لاي حد، فخلي بالكم. وسلام، باي باي.